الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها. استمرار الاحتجاجات في تونس، والداخلية تعلن حظر التجوال ليلا في المدن كافة. الحكومة المغربية تمنع مسيرة مليونية للأساتذة في الرباط الأحد المقبل للمطالبة بإنصاف المتدربين. الجيش السوري يتقدم بريف اللاذقية نحو ربيعة، والكرد يحذرون من فشل جنيف 3 في حال استبعادهم من المحادثات. وبالرغم من نفي السفارة الأمريكية، مصادر للميادين تؤكد أن مهمة القوة الأمريكية في العراق تنفيذ هجمات نوعية. مرحبا بكم، نبدأ الظهيرة من تونس، حيث أعلنت الداخلية التونسية حظر التجوال في 8 مساء ولغاية 5 فجرا في المدن كافة. وزير الداخلية الهادي المجدوب كان قد أكد أن لدى الوزارة معلومات عن خطط بعض الأطراف لاستغلال تحركات الاحتجاج للقيام بتجاوزات واعتداءات على المحتجين بهدف توريط المؤسسة الأمنية. بدوره تحدث الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن معطيات تؤكد دخول عناصر يشتبه بانتمائهم إلى مجموعات إرهابية على خط الاحتجاجات المطلبية السلمية. الطاهري أشار إلى أن أحداث النهب والسرقة والفوضى في حي التضامن بالعاصمة تؤكد ذلك، كما تحدث عن معطيات من القصرين وتالا وحيدرا بوجود أموال توزع على عدد من الشباب من أجل التصعيد والحق. أمن الناس وحمايتهم. أذا وقد تجددت المواجهات بين المحتجين وعناصر من الحرس الوطني في منطقة النجرة بالتضامن وحي الانطلاقة في العاصمة تونس. كان التضامن والمنهلة قد شهدا اشتباكات ليلا، حيث تصدت القوى الأمنية لأعمال تخريب وسرقة، فيما أحرق مقر للشرطة في حامة جابس، كما اقتحم محتجون مقر ولاية المهدية في ولاية سليانة. عطلت الدروس في المؤسسات التربوية بعد تنفيذ الطلاب تحركات احتجاج ومسيرات في شوارع المدينة. أما في مدينة باجة فقد عاد الهدوء بعد سلسلة احتجاجات. وفي مدينة جندوبة في تونس اقتحم شبان أسوار المحافظة، لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول إلى مبنى الولاية وعملت على احتواء الموقف بالطرق السلمية. وإلى مدينة سيدي بوزيد، حيث تمكنت قوات الأمن من التصدي لمحاولة عدد من المحتجين اقتحام مقر الولاية بعد خلع عدد منهم الباب الرئيسي لمدخله ورشقهم الأمنيين بالحجارة، مضطر عناصر الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإبعادهم. أما في القصرين فسجلت احتجاجات ليلا، حيث أحرق عدد من المحتجين الإطارات، فيما نظم آخرون وقفات للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. هذا وشكل عدد من شبان القصرين لجانا مدنية لحماية المنشآت الخاصة والعامة من النهب والسرقة. من بنزرت شمالا إلى جبلي جنوبا، ومن المهدية شرقا إلى توزر غربا، يأخذ الصوت بعلو الصوت في احتجاجات المطالبة بالعمل في تونس. التظاهرات التي بدأت تهدأ في معقلها في القصرين في الوسط التونسي امتدت بعد نحو أسبوع إلى قرابة 12 محافظة تونسية. المطلب واحد، فرصة عمل تحفظ لقمة العيش بكرامة. لم تحافظ الاحتجاجات على سلميتها، فأعمال التخريب والنهب دخلت عكس خط المحتجين، وحي التضامن والمنيهلة في ولاية أريانا كانا نموذجا لذلك. أكبر حيين شعبيين في تونس تصدت فيهما قوات الأمن لأعمال عنف وتخريب وسرقة،
مقر الأمن كانت أهدافا لموجة عناصر من المتطرفين كما سمتهم الداخلية التونسية. ففي مدينة الحامة في ولاية جابس جنوب شرق البلاد أحرق مقر منطقة الشرطة ما دفع الأمن للانسحاب، واقتحم مقر ولاية المهدية شرقا حيث استخدم الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وأحرق أيضا مركز أمن في الجريصة بالكاف غربا. المواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين بلغت حدا من الاحتقان في ولاية سيدي بوزيد في الوسط الغربي، وأغلقت المدارس بسبب تصاعد الاحتجاجات في جبلي جنوبا. في الجنوب الغربي حيث توزر حاول المحتجون اقتحام مقر المحافظة وصادتهم قوات الأمن، واعتدى آخرون على عدد من مقر البنوك في المدينة ما استدعى تدخل قوات الجيش. على الحدود الجزائرية التونسية غربا حيث قلعت سنان في الكاف وحيدرة في القصرين تظاهر العشرات مطالبين بالحق في التنمية وتوفير مناصب عمل، وفضت تظاهراتهم من دون مواجهات. في الشمال عرفت جرزونة والقصيبة ومنزل بورقيبة في ولاية بنزرت مواجهات بين قوات الأمن وشبان قطعوا الطرقات الرئيسية بالمتاريس وأضرموا النيران في العجلات المطاطية ما أجبر قوات الأمن على إطلاق النار لتفريقهم، وامتدت مواجهتهم حتى ساعات الفجر الأولى. أمام النيران المضرمة في الجسد التونسي تفيض السلطات من منهلي الرئاسة والحكومة، فيقول الرئيس الباجي قايد السبسي إن البطالة موروث ثقيل لا يهزم بجرة قلم، ويعقب رئيس الحكومة الحبيب الصيد في المحافل الدولية إن حكومته لا تملك عصا سحرية. وللتزود بالجديد من المعلومات حول هذه الاحتجاجات في تونس تنضم إلينا تباعا شبكة مراسلين في تونس في العديد من المناطق ومن العاصمة التونسية، تنضم إلينا عبر خدمة سكايب الزميلة سميحة البوغانمي. سميحة، أسألك عن آخر التطورات في العاصمة وضواحيها. تبدو النقاط الأكثر احتداما تلك في النجرة بالقرب من التضامن والمنيهلة. ما صدى أيضا حظر التجوال في عموم تونس الذي أعلنته الداخلية؟ نعم رامي، عادت المواجهات مجددا خاصة في منطقة المنيلة القريبة من حي التضامن وهو أكبر الأحياء الشعبية، حيث تم غلق الطريق الرئيسية المؤدي إلى أحد المركبات التجارية في تونس وسط وجود تعزيزات أمنية كبيرة هناك، تخوف من محاولة اقتحام المركبات التجارية المتواجدة بالمنطقة. أيضا شارع الحبيب بورقيبة شهد قبل قليل خروج مسيرة مطالبة بالتشغيل وتنمية المناطق الداخلية. يعني عاد التحرك مجددا اليوم إلى وسط العاصمة تونس، وكانت منطقة حي التضامن قد شهدت ليلة البارحة عديد المواجهات، من ذلك اقتحام مركز الأمن وأحد الفروع البنكية، هذا فيما يخص التحرك الميداني. أما على الجانب السياسي، قبل قليل عقدت الجبهة الشعبية مؤتمر صحفي أكدت فيه دعمها ومساندتها لهذه التحركات الاجتماعية المطالبة بالتشغيل وهو حق مشروع كما أكدت الجبهة الشعبية، كما حملت مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى الائتلاف الحاكم، وأكدت أن الحكومة عاجزت عن اتخاذ الإجراءات المستعجلة وهو ما ساهم في تأجج الوضع وانتشار واتساع رقعة الاحتجاجات في أكثر من ولاية. أيضا حزب حراك تونس كان قد عقد مؤتمر صحفي ودعا فيه إلى لقاء وطني للإنقاذ مخصص لاستشارة المناطق الداخلية، مؤكدين دعمهم كذلك للتحركات الحاصلة داخل البلاد. وتقريبا يعني أغلب الأحزاب السياسية حملت المسؤولية إلى الائتلاف الحاكم، وكان قد عقد اليوم اجتماع استثنائي لمكتب مجلس نواب الشعب لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة. والجبهة الشعبية في مؤتمرها الصحفي أكدت أن الكتلة النيابية لها قد انسحبت من هذا الاجتماع بعد أن لم يتم التواصل إلى تحديد موعد عقد جلسة عامة طارئة لبحث الأوضاع. وكذلك أكد أحمد الصديق رئيس الكتلة النيابية للجبهة الشعبية أن هناك تملص من بعض الأطراف المشاركة في الاجتماع لمحاولة استدعاء الحكومة ومساءلتها عما يحدث، وبالتالي يبدو أن الأوضاع تتجه في نحو التطور، خاصة أنه لا يوجد هناك اتفاق سياسي لمحاولة السيطرة على هذه الأوضاع وتقديم حلول سريعة، فيما وهو ما يتمثل في كلام رئيس الحكومة سيد حبيب السيد الذي قال في تصريح إعلامي أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل المشاكل الاجتماعية العالقة، وأكد أن الحكومة قد بدأت فعلا في إجراءات التشغيل منذ السنة الماضية، ولكن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتحقق في وقت قصير وهي تحتاج إلى وقت زمني في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، وأكد أنه عازم على معالجة هذه الملفات وعدم رغبته في الاستقالة في الوقت الحاضر باعتباره أنه وعازم على تحمل مسؤوليته كرئيس الحكومة، ولكن هذا سياسيا. ولكن على أرض الواقع يبدو أن التحركات لا تكفيها هذه الوعود وهذه القرارات، وبالتالي نرى تواصل الاحتجاجات في أكثر من منطقة، وقرار أعلان حظر التجوال ربما جاء لمحاولة السيطرة خاصة على ما يحدث في الليل من خروج ومحاولة اقتحام عديد المؤسسات
والمؤسسات التجارية وكذلك الخاصة والعمومية، ولكن حظر التجول كان قد أعلن سابقا ولكن تم خرقه من كثير من الأطراف، ولذلك أعتقد وحصل ذلك في القصرين. سميحة، بكل الأحوال نحن بانتظار لربما في الغد كما كان مدرجا كلمة لرئيس الحكومة على أن يتناول في هذه القضية ويتحدث مباشرة إلى الشعب التونسي. هل وصل رئيس الحكومة إلى تونس وما زالت هذه الكلمة في موعدها؟ كيف يترقبها المواطن التونسي من خلال من استطلعت منهم من آراء؟ نعم، من المتوقع أن يصل اليوم الحبيب السيد إلى تونس وإلقاء كلمة، أكيد الكلمة الغاية منه امتصاص غضب الشعب وربما تقديم مزيد من الوعود، ولكن كما تبين من خلال قرارات المجلس الوزاري أن المحتجين لن تكفيهم الوعود بل يطالبون بحلول عاجلة وواقعية تطبق على أرض الواقع، وبالتالي ربما كلمة السيد قد تهدئ نوعا ما ولكن قد تزيد في تأجيج الوضع في كل الاحتمالات واردة. أشكرك سميحة البغانمي مراسلة الميادين، كنت معنا عبر خدمة سكايب من العاصمة التونسية. نبقى في تونس مشاهدينا ومنها ننتقل إلى القصرين، من هناك ينضم إلينا عبر خدمة سكايب مراسل الميادين مراد الدلنسي. مراد، كيف يبدو المشهد في القصرين وخصوصا أنها لم تأتي يعني مواتية أو موافقة ومنسجمة مع قرار حظر التجول الذي انطلق من القصرين بداية في تونس؟ نعم، هو إلى قبل الإعلان الداخلية منذ قليل عن حظر التجول في كل المدن، مدينة القصرين كانت تعيش طيلة الأيام الماضية على وقع حظر التجول، ولكن حقيقة لم يقع احترام هذا حظر التجول، كانت الحركة شبه عادية وكانت الاحتجاجات تجري بالليل. بالنسبة للساعات الأخيرة منذ صباح هذا اليوم، حقيقة الوضع الأمني في مدينة القصرين يبدو هادئا، حالة الشارع حالة عادية، كل المحلات مفتوحة، ولكن من يذهب إلى المؤسسات الرسمية والمؤسسات خاصة مقر المحافظة ومقر البلدية والمعتمدية وغيرها يلاحظ ربما مشهد آخر هناك. مثلا في مقر المحافظة ما زال الاعتصام متواصلا، اليوم نقلنا إلى هناك، ما يمكن أن نلاحظه هو أن أعداد المتظاهرين هناك والمعتصمين هي في تزايد المئات، ليسوا كلهم من الشباب أو هناك شيوخ، هناك حالات اجتماعية متنوعة، هناك من يطلب إعانات، يعني ربما كل مواطن هنا يفهم مهما كان عمره ومهما كانت وضعيته يفهم هذه الاحتجاجات وهذه القرارات الحكومية بطريقته. ولكن تحدثنا مع المعتصمين الذين هم في الحقيقة هم من بدأوا هذه الاحتجاجات في القصرين والتي امتدت بعد ذلك إلى بقية المدن. هناك في القصرين حقيقة هناك تخوف، اليوم سمعنا خطابا جديدا، هم شاهدوا ما حصل البارحة في العاصمة وفي بقية المدن، خاصة حرق المراكز الأمنية ونهب المؤسسات والمصارف وما إلى ذلك من هذه الأعمال، هم حقيقة يتخوفون بشكل جدي من هذه التطورات التي حصلت، يقولون أنه هم من بدأوا الاعتصام ومن بدأوا هذه المظاهرات التي كانت إلى حد ما سلمية، وأنهم يخشون أن تستغل وزارة الداخلية أو المسؤولين أو السياسيين هذه التطورات الحاصلة في بقية المدن، وأن يقع تجديد القبضة الأمنية أو أن يقع التعامل بعنف أكبر مع المتظاهرين وبالتالي إخماد هذه الاحتجاجات وبالتالي عدم سماع مطالبهم وتحقيق هذه المطالب الاجتماعية التي تخص. طب هذه مخاوف مشتركة مراد بين إن كان المحتجين حتى بالنسبة للقوات الأمنية التونسية، هل من إطار للتفاهم لحفظ سلمية هذه التظاهرات أحقية هذه المطالب، خصوصا أن القصرين مشاطرة لجبال الشعانبة وبالتالي هناك قلق أمني مزدوج في هذه المحافظة؟ نعم، هذه التفاهمات ربما يفسرها ما شاهدناها اليوم والحديث الذي سجلناه في مقر المحافظة بين المئات من المعتصمين والمحافظ الذي كان يتكلم بمكبرات الصوت. هناك احتجاجات وصلت إلى حد استعمال العنف من قبل الجيش التونسي الذي يحمي مقر المحافظة، استعمال العنف ضد المتظاهرين الذين أرادوا اقتحام المبنى والدخول إلى داخل المكاتب بداخل المحافظة، اضطر الجيش إلى استعمال العنف لتهدئة أو لإرجاع المتظاهرين، ثم بعد ذلك خرج المحافظ ليتكلم. حقيقة مشهد غريب، المحافظ يقول نحن نتقبل مطالبكم،
يعني تقدموا بمطالب التشغيل وأعطى الإحصائيات كم ستحصل القصرين ومعتمديتها الأخرى والمدن الأخرى على نصيب من هذا التشغيل. لم نلاحظ أي سماع أو أي تفهم من قبل المواطنين. ربما كل يفهم أو ربما أغلبهم يريدون حلول فورية ربما اليوم قبل الغد، وبالتالي كان سوء تفاهم وحالة فوضى شديدة، وبالتالي فهمنا أن طريقة الاتصال هذه أو هذا التعامل لن يفيد شيئا ولن يهدأ من الاحتجاجات الاجتماعية. نتحدث عن القصرين خاصة التي لاحظنا هذا التعامل. إذن ليس من الممكن أن يكون التفاهم بهذه الطريقة قرارات وبعض مواطن الشغل، لأن البعض سواء لا يثق في هذه القرارات أو البعض الآخر يراها غير يعني لا تقوم بتغيير الواقع في شيء، وهي حلول مؤقتة وترقيعية كما يسمونها هنا. لذلك لا نعتقد أن بمثل هذه القرارات ستهدأ الأمور. طيب بالأمس مثلا محافظة في مدينة القصرين كان الوضع في هذا التوقيت بالذات شبيها بهذا الوضع الذي نشاهده الآن، هدوء، ولكن في قبل المغرب بدأت الاحتجاجات وتفاقمت في الليل. إذن هذا المشهد قد لا يبقى على حاله. وهو ما كنت سأسألك عنه مراد، جيد أنك وضحت هذه النقطة. لا يمكن أبدا التنبؤ بسير هذا النهار إن كان في القصرين أو بعض المناطق الأخرى، طالما شهدنا أيام مختلف فيها نسبة وتيرة الاحتجاجات. بكل الأحوال هذا يسود كل مدن القصرين مراد. إلى أي حد هناك اطلاع وانتظار لكلمة الرئيس رئيس الحكومة الحبيب الصيد في القصرين؟ وهل ممكن أن يختلف المشهد طالما تونس غدا وبعد غد تكون في عطلة رسمية من الدوائر الحكومية؟ نعم، هذه الانتظارات سمعناها من عدد كبير من المواطنين يتحدثون على أن يتساءلون أين رئيس الدولة. ربما هم يقصدون بأعلى هرم السلطة سواء رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، يقولون أين رئيس الدولة؟ لماذا لم يتكلم إلى حد الآن؟ لماذا لم يقم بإجراءات؟ ربما هم يواصلون احتجاجهم ربما لأنهم ينتظرون بالفعل أن تكون القرارات أكثر حتما. يقولون أن الاجتماع الذي خصص لمحافظة القصرين ترأسه وزير المالية وخرج الناطق باسم الحكومة ليرتكب خطأ اتصاليا هم يرون فيه سوء نية، وبالتالي فإنهم غاضبون من هذه النقطة. لماذا تم التطرق إلى هذه القرارات في حضور وزير المالية الذي ترأس الاجتماع الوزاري ثم حدثت كل تلك اللخبطة؟ إذن هم بالفعل ينتظرون قرارات جريئة من أعلى هرم السلطة، وألا يدوم هذا الصمت الحكومي الرسمي كثيرا. ربما إذا كانت هناك قرارات في خطاب رئيس الحكومة ستهدئ نوعا ما من هذه الاحتجاجات. نعم، بكل الأحوال سنكون معك مراد فور ورود أي جديد. أشكرك جزيل الشكر، ومشاهدينا نبقى ضمن شبكة مراسلي الميادين في أكثر من مدينة من تونس. هذه المرة ننتقل إلى جندوبة، من هناك ينضم إلينا مراسل الميادين بلال مبروك. بلال، ما خصوصية جندوبة؟ وقع الاحتجاجات هل يختلف عن باقي النقاط الأخرى، خصوصا أنه حدث نوع من الصدام بين المتظاهرين وقوات الأمن الذين خصوصا المتظاهرين حاولوا اقتحام أسوار المحافظة، صحيح؟ كيف يبدو المشهد الآن أيضا؟ نعم رامي، هذا ما حدث صباح اليوم في حدود الساعة 10 صباحا. تم اقتحام مقر المحافظة من قبل بعض المعطلين عن العمل وبعض المواطنين العاديين المطالبين بالسنية ومطالبين يعني حل المشاكل الاجتماعية هنا في منطقة جندوبة، وهي منطقة في منطقة الشمال الغربي. صحيح. يعني غرب العاصمة التونسية. المحتجون يعني تمكنوا من الدخول إلى مقر المحافظة ولكن وطلبوا لقاء مقابلة المحافظ، ولكن لم يجدوا يعني تلبية لهذا الطلب. يعني تقريبا بقوا أكثر من ساعتين أو ساعتين ونصف في داخل أسوار المحافظة، ولكن لم يخرج المحافظ ولم يخرج أي شخص من المسؤولين في المحافظة محافظة جندوبة ليتحدث معهم. في الحقيقة الاحتجاجات سلمية، يعني هذا ما رصدناه وهذا ما عيناه. الاحتجاجات سلمية، قوى الأمن كانت متواجدة بكثافة كبيرة، قوى الجيش الوطني كذلك، ولكن لم تحدث أي مشاحنات وأي صدامات. قوى الأمن حافظت يعني أو أخذت مسافة من المحتجين وتجنبا لأي مشاحنات بين الطرفين. مشاحنات وما حدثت بالأمس، هناك مشاحنات طفيفة حدثت في محافظة جندوبة، لكن اليوم لم تحدث أي مشاحنات. إلى ذلك وخصوصية الإجابة على سؤالك يا رانيا في علاقة بخصوصية جندوبة،
جندوبة والكاف وسليانة وباجة، هذه محافظات الشمال الغربي وخاصة محافظة جندوبة يعني ربما من أكثر المناطق التونسية المهمشة ومن أكثر مناطق المحافظات التونسية تهميشا وفقرا طيلة الستة على العقود الماضية. يعني هذه مناطق على الرغم من يعني الثروات الطبيعية التي تتمتع بها، على الرغم من الثروات الفلاحية التي تتمتع بها، لأنها تعاني تهميش كبير وتستثنيها يعني كثيرا المنوال التنمية يستثني بشكل أو بآخر هذه المناطق، وهذا ما يطالب به. يعني هذا المطلب هو على رأس مطالب أهالي هذه المناطق وخاصة منطقة جندوبة، يريدون منوال تنمية عادل، يريدون تطبيق ما يسمى بالتمييز الإيجابي للجهات أو للمحافظات. هذا التمييز الذي يعني أقرته الحكومة التونسية بعد ثورة 14 من يناير، تمييز هذه الجهات المهمشة بمنوال تنمية عادل ويعني ينصفهم. هذا هو يعني طيب بلال، جيد أنك يعني عرجت على باجة والكاف وسليانة التي موجودة أيضا في شمال غرب تونس، والتي أيضا تشهد مجموعة من التظاهرات والاحتجاجية في ذات الإطار الذي نراه في عموم المناطق التي ظهرت فيها أو خرجت فيها تظاهرات مطلبية. إلى أي حد هناك تفاعل مع ما أعلن عن حظر التجوال في عموم التراب التونسي؟ وهل نسجل أي زيارات لأي شخصيات سياسية إن كانت من الخارطة السياسية أو منخرطة في الحكومة والبرلمان التونسي لجندوبة؟ نعم، هذا هو ما يطالب به لجندوبة. لجندوبة يطالبون بزيارة وزير تنمية، ويطالبون بزيارة وزير تنمية، ويطالبون بعقد مجلس وزاري مخصص للمنطقة، مجلس وزاري مضيق مخصص لمحافظة جندوبة. ولكن حتى اللحظة يعني لا السلطة، لا وجود لأي معناتها لأي تناغم من قبل السلطة ومن وجود لأي تنمية من قبل السلطة لهذه المطالب. في علاقة بالاحتجاجات في المناطق الأخرى، المناطق الأخرى يعني شهدت محافظة الكاف المجاورة لمحافظة جندوبة شهدت بالأمس يعني في الحقيقة يوم ساخن، يوم ساخن في منطقة تجروين بمحافظة الكاف. تم حرق منطقة الأمن الوطني وتم نهب كذلك محلات تجارية. في منطقة الجريسة المجاورة كذلك تم حرق مركز الأمن الوطني. هذه الأحداث كلها جاءت يعني كلها حدثت في الليل، وهذا ربما ما هذا القرار، قرار حظر التجوال يقوبل بإرحاب وقوبل ربما باستبشار من قبل أصحاب المحلات وأصحاب المحلات، قوبل يعني قابل وهذا ورحبوا بهذا القرار، خاصة ما شهدته المناطق متفرقة من منطقة الشمال الغربي والعاصمة التونسية البارحة في علاقة بالأحداث التي حدثت في حي التضامن، هنالك استبشار. كذلك المحتجون السلميون وهم يعني جلهم من منظمة أصحاب الشهادات العليا المعطلون على العمل، هؤلاء كذلك رحبوا بهذا القرار لأنه يعني اعتبروا أن ما يحدث ليلا من حرق واعتداء على المنشآت العامة والمنشآت الحكومية هو لتشويه حراكهم السلمي. هم مشددون على أن هذا الحراك وحراك سلمي ويجب أن يكون سلميا ولا يمكن الالتفاف عليه بمثل هذه التصرفات التي تحدث ليلا. نعم. من خلال التخريب ومن خلال التفسير الذي قد يشوه هذا الحراك. بكل الأحوال بلال مبروك، مراسل الميادين، كنت معنا عبر خدمة سكايب من جندوبة في شمال غرب تونس، أشكرك جزيل الشكر. سنكون معك ومع شبكة مراسلين في حال ورود أي شيء، خصوصا أنه هذا الملف يتصدر المتابعة الخبرية في الميادين. وإذا مشاهدين، هذه الاحتجاجات هي مطلبية تطالب بداية بتأمين فرص العمل في تونس. دعونا نلقي نظرة وإياكم على نسبة البطالة في تونس، حيث سجلت ارتفاعا خلال الأعوام الأخيرة ولا سيما بين حملات الشهادات العليا. التفاصيل بالأرقام والتوزيع الجغرافي مع هبة الله بيطار. البطالة في تونس أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات في البلاد. نسبة البطالة سجلت ارتفاعا خلال عام 2015 لتصل إلى 15.3% وفقا لنتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء، حيث تجاوز عدد العاطلين من العمل 612 ألف شخص. وبحسب التصنيف بين الجنسين تصل نسبة البطالة بين الذكور إلى 12.4% وبين الإناث إلى 22.5%. عند الحديث عن حاملي الشهادات العليا، تبلغ أرقام العاطلين من العمل نحو 242 ألفا، وبالنسبة المئوية تظهر النتائج أن نسبة البطالة بينهم تصل إلى 32%.
الحاصلون على الإجازة في علوم الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء يسجلون النسبة الكبرى للعاطلين من العمل من حاملي الشهادات العليا، ويقدر عددهم ب 73,000. مناطقيا ترتفع نسبة البطالة في جنوب البلاد، وتتجاوز النسبة في الجنوب الغربي لتونس 26%، أما في الجنوب الشرقي فتتجاوز 22%. في الوسط الشرقي حيث المدن الساحلية والمناطق السياحية تنخفض نسبة البطالة لتصل إلى 8.9%، وفي الشمال تتجاوز النسبة 10%. وننتقل الآن إلى المغرب، حيث قررت الحكومة المغربية منع مسيرة مليونية لأساتذة متدربين يعتزمون القيام بها يوم الأحد في الرباط، يطالبون خلالها بتوفير وظائف لهم. وعلى الرغم من قرار المنع فإن الأساتذة أكدوا استمرارهم بالتظاهر. لا تنازل عن المرسومين اللذين بسببهما تصاعد التوتر في المغرب بين الأساتذة المتدربين من جهة والحكومة المغربية من جهة أخرى. مرسومان يلغي الأول حق المعلمين في التوظيف مباشرة بعد انتهاء فترة تدريبهم، والثاني يقلص نسبة المنحة المخصصة لهم إلى أقل من النصف. الأساتذة المتدربون أنهوا 48 ساعة من معركة الأمعاء الخاوية، وهي الإضراب عن الطعام، معلنين استعدادهم للمشاركة في مسيرة ضخمة خططوا لها منذ أيام ستحتضنها مدينة الرباط يوم الأحد المقبل، واصفين إياها بالمليونية، الدعوة إلى المشاركة وجهت إلى جميع فئات الشعب. الحكومة المغربية لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا، مشددة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لاحترام القانون، هذا ما صدر في بيان لها، كما أنها لن تتراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي، لافتة إلى أن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار. المعلمون المتدربون كانوا قد بدأوا قبل أكثر من أسبوعين احتجاجات واسعة على هذين القرارين، انتهت في عدد منها بمواجهات مع القوى الأمنية، أهمها المواجهات التي وقعت في جنوب المغرب وخلفت تنديدا واسعا بما تعرض له المعلمون. الأساتذة المتدربون يعتبرون أن هذه المسيرة ليست سوى حلقة جديدة من حلقات احتجاجهم حتى إسقاط المرسومين، مشيرين إلى أن التهديد الحكومي الذي صدر يبين الارتباك الشديد الذي تتخبط فيه الحكومة، مع التشديد على سلمية المسيرات وتأكيد شرعية المطالب. في ليبيا توعد تنظيم داعش بالوصول إلى كل خزانات النفط بعد خسارة ألحقها بالشركة النفطية الوطنية تقدر بنحو 4 ملايين برميل نفط، إضافة إلى كشف اللواء في الجيش الليبي محمد حجاز المستور عن تجاوزات للقائد الأعلى للقوات المسلحة خليفة حفتر. دلول حديدان. النيران مجددا في خزانات النفط الليبية. داعش الذي أحرق منذ نحو أسبوعين 7 خزانات يهلك أخرى اليوم في رأس لانوف شرقا ويتوعد بالمزيد. واليوم ميناء السدرة ورأس لانوف، وغدا ميناء البريقة، وبعدها ميناء طبرق، وبعدها السرير وجالو والكفرة. التنظيم لا ينوي إبقاء ذخر لليبيا، وعيناه لا تشبعهما إلا أن تكون كل المناطق النفطية تحت يدها. 4 خزانات لا تزال النيران مضرمة فيها في رأس لانوف، ونحو 3 ملايين برميل نفط فقدت وفق ما يقول مسؤولون. أما الكمية نحكو عليها اليوم أكثر من 3 مليون برميل، قبل أسبوعين حوالي 4 مليون برميل، يعني نحكو على الحريق اللي تم خلال أسبوعين الماضيات حوالي 1 مليون برميل ضعن، واليوم عندنا كمية كبيرة 3 مليون برميل قد تكون قد ضاعت أيضا أو في طريقها إلى الضياع. كذلك هي حال البلاد، خصوصا بعد خروج محمد حجازي القيادي في قوات الجيش الليبي عن قائد القوات المسلحة خليفة حفتر، واتهامه له بتجنيد تكفيريين في الجيش الليبي. حجازي لم يبقي طريقا للصلح بينه وبين حفتر، حيث قال إنه يطمع وأبناؤه وأقرباؤه بالسيطرة على السلطة، واتهمهم باختلاس أموال مخصصة لدعم الجيش الليبي واستخدامها لمصالح شخصية.
اللواء في الجيش الليبي أضاف إن حفتر تعمد إطالة معارك بنغازي أمام الجماعات المسلحة هناك من أجل الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج، واتهمه بأنه كان يحول دون توزيع الآليات العسكرية ووصول الذخيرة إلى المحاور القتالي في بنغازي وغيرها، مشيرا أيضا إلى أن جرائم ارتكبت باسم عملية الكرامة كعمليات الاغتيال والاختطاف والإخفاء القسري وفق ما كشفه القيادي في الجيش الليبي محمد حجازي. أعلنت ألمانيا رغبتها بمشاركة الكرد في محادثات السلام السورية المقررة في جنيف، مشيرة إلى حق الأقلية الكردية في المشاركة في صياغة مستقبل سوريا المستقر. وفي سياق متصل قال صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، قال إنه لا بد من تمثيل الكرد في محادثات السلام السورية المقررة في جنيف وإلا باءت بالفشل. مسلم وفي حديث لوكالة رويترز أضاف إن أحدى جماعات المعارضة وهي جيش الإسلام لها فكر تنظيم أو فكر تنظيمي القاعدة وداعش نفسه. ومعنا من برلين مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليف خليل، هو معنا من هناك عبر خدمة سكايب. أهلا بك سيد خليل، هل تملكون أي تفسير لمحاولة بعض الأطراف الفاعلة في الملف السوري استبعاد المكون الكردي ككتلة سياسية أيضا في لقاءات جنيف المزمع؟ يعني الأمر لا يحتاج إلى الكثير من العناية كي نكتشف أن تركيا وراء ما يجري بالدرجة الأساسية، وما تقوم به تركيا من جهود سيئة منذ بداية الثورة السورية. هناك تلاقي بينها وبين أطرافنا المعارضة السورية، خاصة هذه الجماعات التي يعني ضمت إلى اجتماعات الرياض، وهم لا يخفون ذلك. يعني ليس صالح مسلم كرئيس مشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي يقول ذلك، هم لا يخفون توجهاتهم الفكرية. من يقول الديمقراطية شرك ومن يقول بكل ما يكتبه وينشره علانية ليس بالأمر الخفي. تركيا ومن وراء أطرافنا المعارضة وبصمت يعني ما يشبه صمت من قبل أحزاب المجلس الوطني الكردي في الائتلاف، هؤلاء جميعا يتلاقون في محاولة استبعاد الجانب الكردي المتمثل في الإدارة الذاتية. طب لماذا هو ما أسأل عنه؟ ربما الحديث عن تركيا يعني يفتح الكثير من الآفاق حول العلاقة بين الكرد وتركيا، وسؤال إلى أي حد يعني هذا الكلام مدعم. أيضا هناك ما شاهدناه في لقاءات المعارضة في الرياض، لم نرى ذلك الدعم وجود كردي سياسي بشكل وازن في الوفد الذي سيذهب إلى جنيف. لماذا يعني ما الذي كيف يمكن أن يؤثر الدور الكردي ليقلق منه تقلق منه الأطراف الأخرى، ومن الذي يدعم هذا الموقف أو التواجد؟ كنا سمعنا الخارجية الألمانية، من أيضا؟ نعم يعني الموقف لافت جدا، وزارة الخارجية الألمانية تطالب بمشاركة كردية وهي بذلك لا تنظر إلى المشاركين من المجلس الوطني الكردي يبدو كطرف أو فصيل كردي مستقل. ليس هذا فحسب، بل تقول أن المشاركة الكردية في صياغة مستقبل سوريا هو حق أصيل، هذا هو ما يجب العمل عليه. الآن هناك الكرد وحلفائهم في الإدارة الذاتية الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية التي تقوم بحماية 16% من مجمل مساحة سوريا. تركيا بعد أن أنهت عملية السلام مع السيد عبد الله أوجلان وحزب العمال الكردستاني الآن تدك المدن الكردية كما ورد خبر في الميادين أيضا. يعني هم الذين تحدثوا من يقتل شعبه هو خائن أو مجرم، هؤلاء الآن يعني حولوا المدن كما تحولت المدن إلى خراب في حمص وحلب وغيرها من المدن. تركيا لا تخفي إذا كان هناك أمرا حسنا أو إيجابيا هو الخطاب التركي المعلن العدائي للكرد. حتى طب هذا جيد سيد خليل، مجددا عذرا للمقاطعة، لكن اليوم وأنت الأخبر والأدرى الملف السوري محصور بين قوتين كبيرتين، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يتحالف مع الطرفين. الوجهة السياسية يعني تقريبا مرسومة الخطى بعد ما شهدنا هذا الاتفاق بين موسكو وواشنطن. إلى أي حد لديكم تواصل مباشرة ليس فقط مع الروس أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تخفي دعمها للكرد لتأمين هذا التمثيل في محادثات مقبلة؟ يعني الموقف الأمريكي أيضا كان واضحا، الأمريكان لا يعني ليس لهم أي موقف سلبي تجاه حضور حزب الاتحاد الديمقراطي والإدارة الذاتية الديمقراطية، وربما يكون هناك تطور في هذا الموقف لأن الكرد لا أعتقد سيبقون إلى الأبد يعني يتعاطون مع الولايات المتحدة عسكريا. بالنسبة للروس موقفهم أيضا واضح، يعني يطالبون بمشاركة ليس
السيد صالح مسلم فقط، انما السيد صالح مسلم والدكتور هيثم مناع وغيرهم. كما قلت يعني تركيا تقول، يعني مناظري تركيا الحكومه التركيه تقول حزب العمال الكردستاني اخطر من داعش، وتقول المشروع الكردي في سوريا اخطر على تركيا من داعش، لان داعش كما يقولون زائله، يبدو ان لديهم اجنده متى يمكن ان تنتهي داعش. هذه المساله الاساسيه والاستراتيجيه، هذه قضيه تخصنا ككرد وسوريين. نحن السوريين الذين علينا ان نحدد شكل ومصير ومستقبل هذا البلد الذي تم تدميره من خلال يعني كل ما جرى. تركيا لا يحق لها ان تتدخل بهذه الصفاقه في المساله السوريه، لكن طيب سيد خليل، ما يعني المحزن ان اطراف تسمي نفسها بالمعارضه، وهي كانت حتى الامس القريب يعني ليس لها اي علاقه او تاريخ نضالي، يعني طيب تدعم هذا التوجه التركي على حساب العلاقه مع المكون الكردي والشعب. الى اي حد المكون الكردي سياسيا مطالب بانه يجب ان يقدم برنامجا واضحا لسوريا ككل، يشارك في خارطة سياسية ولا يعني يعطي أفضلية وتميز لمناطق الكرد؟ وهل يمكن للأكراد أن يجلسوا مع أطراف في المعارضة ضمن وفد واحد من بينها جيش الإسلام، خصوصا السيد مسلم اعتبره يحمل فكر القاعدة وداعش؟ اعتقد الطرف الوحيد الذي ربما يملك يعني خارطة مستقبل واضحة جدا بجميع المعايير هو الطرف الكردي، وخاصة وثائق التي صدرت في ديريك لمجلس سوريا الديمقراطي. هل هناك اوضح من هذه الخارطة التي يمكن البناء عليها لوقف نزيف الدم السوري وانقاذ ما يمكن انقاذه في سوريا؟ اما مسألة تشكيل الوفد، اذا كان هناك توافق دولي وسوري من اغلبية المطلقة من فصائل المعارضة، بالتاكيد يعني لن يكون الجانب الكردي مسرورا. نعم. ان يكون هناك في الوفد جماعات يعني قتلت وذبحت في ناس، هؤلاء الذين وضعوا الناس في الاقفاص، والذين قالوا الديمقراطيه شرك، والذين قالوا الديمقراطيه تحت قدم قائدهم الذي اقتيل، يعني كيف يمكن التفاهم مع هؤلاء؟ يعني نحن نبحث عن دوله ديمقراطيه تعدديه تقبل بالوجود الكردي، وليس الكردي فقط، انما الوجود الكردي هو المقدمه الاولى لقبول الاخر من الدين والقوم المختلف، كي نتمكن بالفعل اعاده سوريا. أشكرك. على يعني نعم، شكرا. أشكرك وعذرا المقاطعة سيد نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات، كنت معنا عبر خدمة سكايب من برلين. وميدانيا في سوريا، تقدم الجيش السوري من جهة بلدة السكرية باتجاه بلدة ربيعة في ريف اللاذقية الشمالي وسط اشتباكات عند مشارفها مع المجموعات المسلحة. وتعد بلدة ربيعة قاعدة لوجستية هامة للمسلحين بعد سلمة، إذا كان الجيش قد سيطر على ريحانية وكتيبة الحرب الإلكترونية وبرج الرحملية في جبل التركمان بريف اللاذقية بعد ساعات على استعادته تلة برادون وسد برادون. هذا وتشهد مدينة دير الزور تطورات تصاعدية بين الجيش السوري وتنظيم داعش. آخر هذه التطورات الميدانية تحديدا في دير الزور نتابعها في التقرير الآتي. مدينة دير الزور ما زالت عصية على تنظيم داعش بالرغم من الحصار الذي تعانيه منذ أكثر من عام. التنظيم يسعى منذ مدة لفرض سيطرته عليها وعلى مطارها الذي يعتبر أحد أهم القواعد العسكرية للجيش السوري في المنطقة. الأسبوع الماضي شهدت المنطقة أعنف الهجمات التي نفذها التنظيم ضد المطار وضد المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش السوري. استخدم داعش مئات المسلحين وعشر آليات مفخخة بينها دبابتان مفخختان. ركز مسلحو التنظيم هجماتهم على الجهة الغربية للمدينة محاولين إحداث خرق في جبهة الجيش السوري، فهاجموا في وقت واحد مواقع الجيش في معسكرات الصاعقة والهجان وتلة الإذاعة وأحياء الرجية والصناعة والجبيلية والحويقة، ونجحوا في السيطرة على قرية البغيلية ومستودعات عياش والهجانة، وارتكبوا مجزرة راح ضحيتها نحو 300 من أبناء القريتين، إضافة إلى اختطاف 300 آخرين. الجيش السوري رد سريعا بهجوم مضاد تمكن خلاله من استعادة السيطرة على فندق فرات الشام وتلة الرواد وجمعيتها السكنية، وحاصر مسلحي داعش في عدد من أحياء قرية البغيلية حيث تتركز عملياته عند الأطراف الشمالية للقرية من جهة نهر الفرات. تقدم الجيش السوري جاء في ظل غطاء جوي أمنته الطائرات الحربية السورية والروسية التي هاجمت مواقع داعش في قرى الريف الغربي وخطوط إمداده في محيط مطار دير الزور بالريف الشرقي. سرعة استعادة فندق فرات الشام المرتفع مكنت الجيش من تأمين الجهة الغربية ووقف مفعول الهجمات الانتحارية من خلال استهدافها بالصواريخ الموجهة، وأمن غطاء حماية لمواقعه في المدينة من خلال الإشراف على قرى الريف الغربي وسرير نهر الفرات.
أما على جبهة مطار دير الزور واللواء 137 فقد فشل تنظيم داعش في تحقيق أي تقدم، وواصلت الطائرات الحربية السورية إقلاعها من المطار مستهدفة مواقع المسلحين في المحافظة. ننتقل إلى العراق، حيث أكدت معلومات للميادين أن الفرقة الأمريكية التي وصلت إلى قاعدة عين الأسد هي لتنفيذ هجمات نوعية في العراق. وبرغم من النفي الأمريكي فقد أكد مصدر أمني رفيع للميادين أن الجنود الأمريكيين الموجودين في اليعربية بنينوى وبلد جنوب تكريت يتبعون للفرقة 101 المجوقلة، وسيتم إرسال مجموعة تزيد عن 300 جندي ومدرب من الفرقة إلى قاعدة عين الأسد في البغداد بالأنبار. نحن نرحب بأي جهد دولي، جهد واضح بالاتفاق مع الحكومة العراقية في سبيل المساعدة في تحرير مناطقنا والتخلص من إرهاب داعش المجرم. وهنالك أنباء عن إنزال قوات خارجية في إحدى القواعد العسكرية للمساعدة بمحاربة داعش. استخدام أي قوات خاصة أجنبية للعراق المفترض أن لا ينفرد بها القائد العام القوات المسلحة ويتم استحصال فيها مجلس النواب، هذه هي السياقات. أنا أعتقد اليوم القوات الحشد والقوات الأمنية وجهاز مكافحة الأرهاب تحقق انتصارات متقدمة جدا في جبهات القتال، فبالتالي لا حاجة إلى هذه القوات الخاصة. معنا من العاصمة العراقية بغداد مراسل الميادين، هو معنا عبر الهاتف عبد الله بدران. عبد الله، ما طبيعة هذه العمليات التي وصفت بالنوعية وفق ما نقل مصدر أمني رفيع للميادين للفرقة الأمريكية التي وصلت إلى قاعدة عين الأسد؟ هل يعني أنه سيكون هناك قتال بري مباشر لهذه القوات؟ حتى هذه اللحظة رامية المصادر الأمنية لم تؤكد الميادين إن كانت هذه القوات ستقوم بعمليات برية، لكن هذه القوات وهي من الفرقة 101 المحمولة جوا انتشرت في اليعربية وانتشرت في وتواجدت في قاعدة بلد وكذلك في قاعدة عين الأسد، وتم استبدال 300 مقاتل أمريكي ومدرب في قاعدة عين الأسد من الفرقة 82 المحمولة جوا. بحسب المعلومات التي وردت للميادين فإن هؤلاء ستكون مهمتهم الأولية إدارة عمليات قطع إمدادات تنظيم داعش بين العراق وسوريا كخطوة أولى. هذه المهمة تسند للقوات من النخبة تحت مسمى قوات عملية حل الجذور. بالنسبة للقوات التي ستقوم بمهمة استهداف القادة الكبار في داعش أو كذلك استهداف القيادات العسكرية أو السياسية في التنظيم أو تنفيذ عمليات نوعية في العراق، هذه القوة تم استخدام مصطلح قوة الاستهداف، وهذه ستتواجد بين اليعربية في اليعربية بين العراق وسوريا، وسيتواجد قسم منها في قاعدة عين الأسد في البغدادي شمال غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار. بحسب المعلومات فإن عديد من وصل واستبدل اليوم هم 300 جندي أمريكي، وهناك عدة وعدد، وبالفعل بدأت غرفة العمليات الميدانية الموجودة في منطقة ربيعة العراقية وتحديدا في منفذ اليعربية بين العراق وسوريا في مباشرة عملياتها هناك بعمليات تنسيق مع القوات الموجودة في تلك المنطقة، وفي أغلبها هي من القوات الكردية. وهناك أيضا عمليات تدريب وتنسيق لأبناء العشائر على اعتبار أن عدد من أنجز مهمات التدريب في الأنبار بلغ حوالي 17,000 مقاتل من أبناء العشائر، وفي النية زيادة عدد تدريب أبناء العشائر على اعتبار أن هناك عمليات افتتاح وعمليات توسع في مقاتلة تنظيم داعش تحتاج لمسك الأرض وعدد المقاتلين أكثر. أشكرك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد. وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي قال إن القوات العراقية تستعد لمعركة الموصل. العبيدي الذي يزور القاهرة قال في تصريحات لوكالة رويترز إن معركة الموصل ستكون صعبة. الموصل ستكون معركة صعبة وأعقد مما في الرمادي. الموصل ثاني مدينة في العراق، الموصل يسكنها الآن أكثر من 2 مليون نسمة، فهذا موضوع كله في حساباتنا. احنا استعداداتنا وقسم من قطعاتنا متحركة وحاليا موجودة في الإقليم،
وفي الأيام في الأسابيع القادمة ستشهد حركة قوات أخرى كبيرة إلى الإقليم. الإخوان في الإقليم مطلعين على الموضوع وأبدوا استعداد كبير للتجاوب معنا والتعاون في هذه المعارك. احنا تخطيطنا واضح أنه نريد نقضي على الإرهاب في الموصل بأسرع وقت. أقيمت في المقدادية بمحافظة ديالى العراقية صلاة موحدة للسنة والشيعة، وقد عدت قائمة مقامية القضاء الصلاة تأكيدا على صلابة الموقف الوطني في رفض الطائفية وتعزيز وحدة المجتمع. قائم مقام قضاء المقدادية زيد العزاوي قال إن رجال الدين من السنة والشيعة دعوا خلال الصلاة الموحدة إلى حرمة الدم العراقي ونبذ الطائفة والتفرقة أو الطائفية والتفرقة، والعمل على تعزيز التعايش السلمي لاعتباره خيارا موحدا لكل الطوائف. حث نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن العراق وتركيا على مواصلة المحادثات لتسوية المخاوف بشأن وجود قوات تركية في شمال العراق. وقد ناقش بايدن الذي وصل إلى تركيا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في دافوس أهمية تعبئة دعم دولي لتحقيق الاستقرار في الرمادي. مصادر مطلعة قالت إن محادثات بايدن في أنقرة ستتركز على تطورات الملف السوري. هذا وقد شنت القوات التركية هجوما بالدبابات والمدفعية على مدينة جزرة أثناء تشييع مئات من الكرد ضحايا سقطوا في القصف التركي وفي وقت سابق. مصادر مطلعة أفادت بوقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح من دون أن تتمكن طواقم الإسعاف من نقل الجرحى إلى المستشفيات بسبب الحصار. وقد أظهرت لقطات مصورة جثثا عدة فضلا عن عدد من الجرحى في الشوارع. Seneyim tedirgin olma. Hadi 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 hadi. Sadet. Abi duruyor. إلى اليمن، حيث تتواصل غارات التحالف السعودي على محافظات صعدة وصنعاء وتعز في اليمن مخلفة عشرات الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء بالتزامن مع مواجهات عنيفة في تعز. لا يبدو أن سيل الدماء سيتوقف في اليمن، فغارات التحالف السعودي على المدن والبلدات اليمنية لم تتوقف ومعها استمر سقوط الشهداء. وتيرة الغارات ارتفعت في الساعات الماضية مستهدفة محافظتي صعدة والحديدة، وعداد الشهداء كان سجل استشهاد أكثر من 30 يمنيا إضافة إلى عشرات الجرحى. أطفال ونساء وجدت صواريخ طائرات التحالف السعودي في أجسادهم أهدافا دسمة في مدينة ضحيان بصعدة شمال البلاد، لتتوالى الغارات المكثفة على مديرية المصراخ جنوب تعز بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المدعومة بمسلحي حزب الإصلاح من جهة أخرى في منطقتي كلابة شمال المدينة والجحملية شرقا ومنطقة العمري في مديرية ذبابة الساحلية غرب تعز. الجيش اليمني قال إن قواته بمساندة اللجان الشعبية سيطرت بالكامل على منطقة الرياشة آخر معاقل قوات هادي في مديرية دمت شمال محافظة الضالع جنوب البلاد. أما في الجوف فأعلن أنه أوقع قتلى وجرحى هادي بعد استهدافه معسكر اللواء 115 في مديرية الحزم بالتزامن مع غارات عنيفة على مناطق متفرقة في مديرية صرواح عقب إحباط الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لقوات هادي المسنودة بالتحالف باتجاه إحدى التلال المحاذية لجبل هيلان غرب مأرب شمال شرق البلاد. أما على الحدود اليمنية السعودية فأعلن مصدر عسكري يمني مقتل ضابط سعودي وأربعة جنود آخرين في كمين محكم باتجاه موقع الشبكة. كذلك استهدف الجيش مواقع سعودية في نجران ومركز التسهيل في منطقة الأخرى ومواقع مستحدثة شرق سوق الأمير عقب تدمير دبابة سعودية في موقع الشرفة العسكري. وفي جيزان استهدف الجيش اليمني بصاروخ زلزال تجمعات للجيش السعودي في منطقة الخوبة. كلام رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أن إسرائيل حليف لدول عربية وليست تهديدا أعاد إلى الضوء علاقة حكومته مع دول عربية واللقاءات المشتركة بينهما.
منال اسماعيل. ساعات معدودة فصلت بين التوصية الصادرة عن مؤتمر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي في التقدير الاستراتيجي عن ضرورة تعميق التحالف بين إسرائيل والدول العربية وعلى رأسها السعودية، وبين إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن هذه الدول ترى في إسرائيل حليفا وليس تهديدا. التغيير الأكثر دراماتيكية تمثل في تلك العلاقة التي بدأت تتطور بين إسرائيل ومعظم جيرانها العرب. السعودية كما كثر في العالم العربي ترى إسرائيل حليفا لا تهديدا. نتنياهو الذي استغل مشاركته في المؤتمر الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس للقاء عدد من الزعماء في العالم على هامش المؤتمر لم ينفي أن يكون قد التقى أيضا زعماء عربا حتى لدول عربية لا علاقات دبلوماسية لإسرائيل معها. عند سؤال نتنياهو في منتدى دافوس متى ستلتقي بزعماء عرب، أجاب: من قال إنني لم ألتقي بهم؟ فهل التقى رئيس الحكومة زعماء عربا لدول ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها؟ بحسب إجابته يمكن فهم أنه قام بذلك. الحديث عن علاقات إسرائيلية مع دول عربية تصفها إسرائيل بالمعتدلة ليس بالأمر الجديد، فنتنياهو ليس وحده من التقى زعماء عربا وليس الوحيد الذي تحدث عن تطور العلاقات مع عدد من الدول العربية. المعسكر الأكثر أهمية اليوم هو المعسكر الذي تقوده السعودية. لإسرائيل مصالح مشتركة عديدة مع هذا المحور، وهذا هو الأمر الأهم لتأسيس علاقات معه اليوم أكثر من السلام وأكثر من الاتفاقات والاحتفالات. الحديث عن العلاقات بين إسرائيل ودول عربية لم يبقى كلاما في الهواء، بل ترجم إلى أفعال على الأرض. وزير الطاقة يوفال شتاينز زار أبوظبي سرا والتقى عددا من الأشخاص هناك. ينبغي القول إن أبوظبي وعددا من الدول العربية المعتدلة تجمعهما مصالح مع إسرائيل مقابل إيران، وإسرائيل تريد الشراكة مع هذه الدول. خبراء دعوا إلى ضرورة تعميق إسرائيل لتحالفها مع الدول العربية انطلاقا من تطابق المصالح بينها لما له من فائدة على إسرائيل على المديين القريب والبعيد. يواصل اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحركاتهم الاحتجاجية بعد إصرار وكالة الأونروا على تحميل المرضى الفلسطينيين جزءا من تكاليف علاجهم. عباس صباخ. نصف دولار أمريكي لا غير تنفقه منظمة الأونروا على كل لاجئ فلسطيني في لبنان وبعض الدول العربية، هي خلاصة الدراسة التي أجراها باحثون فلسطينيون شاركوا آلاف اللاجئين الفلسطينيين في اعتصامهم الاحتجاجي أمام مكاتب وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. من مختلف المخيمات حضروا لمواصلة الاعتراض على تراجع التقديمات الاستشفائية للمنظمة الدولية وتحميل اللاجئ الفلسطيني قسما من تكاليف علاجه في المستشفيات. الأونروا تصرف على كل لاجئ فلسطيني، إذا بتقسم ميزانيتها على عدد اللاجئين الفلسطينيين اللي بتغطيهن بيطلع نص دولار بالنهار. مسؤولون من الفصائل كافة شاركوا في الاعتصام ومطلبهم واحد: أن تتراجع، لأنها تريد تطبيق نظام استشفائي تقول أنه يمكن أن يطبق، هذا هو تبريرها، وموحد على الأقطار الخمس. أن تتراجع إدارة الأونروا عن قراراتها الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، ونريد العلاج 100% لأبناء شعبنا الفلسطيني وإعمار مخيم نهر البارد. الصمات ستؤدي إلى فرض التراجع على الأونروا وبالتالي العودة عن قراراتها الجائرة. أطفال المخيمات لم يغيبوا عن التحرك المتواصل في مخيمات لبنان منذ نحو أسبوعين، ولهم كلام لمن يريد أن يسمعهم. بدنا نرجع على بلادنا، الأونروا عم بتطلعنا من المدارس، بدنا نتعلم، بدنا حق التعلم، حق الطبابة، حقنا نرجع على فلسطين، حق العيش لحتى نحقق مستقبلنا. الفلسطينيون في لبنان توعدوا الوكالة الدولية بمزيد من التحركات التصعيدية ما لم تتراجع عن قراراتها، علما أن لسان حالهم يقول: لا نريد شيئا سوى العودة إلى ديارنا. اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يواصلون احتجاجاتهم على تراجع التقديمات الاستشفائية التي تقدمها الأونروا، ويطالبون هذه المنظمة بالتراجع الفوري عن قراراتها المجحفة. عباس صباغ، بيروت، الميادين. بهذا نصل إلى ختام الظهيرة، نذكركم بعناوينها. استمرار الاحتجاجات في تونس، والداخلية تعلن حظر التجوال ليلا في المدن كافة.
الحكومة المغربية تمنع مسيرة مليونية للأساتذة في الرباط الأحد المقبل للمطالبة بإنصاف المتدربين. الجيش السوري يتقدم بريف اللاذقية نحو ربيعة، والكرد يحذرون من فشل جنيف 3 في حال استبعادهم من المحادثات. بالرغم من نفي السفارة الأمريكية، مصادر للميادين تؤكد أن مهمة القوة الأمريكية في العراق تنفيذ هجمات نوعية. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا بالإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولراغبين بالمزيد من الأخبار على شاشة الميادين، المزيد على رأس الساعة. إلى اللقاء.